ازيك؟ شو عامل ايه؟ يا رب تكونوا بخير. يا رب. ده الباراجراف عن description of your friend، يعني وصف لصديقك. تمام، انا كاتبه لكم عشان يبقى في افكار جديده لو انتوا حابين يعني ايه تساعدوا نفسكم ان انتوا تكتبوا باراجراف وتزودوا افكاركم. تمام، فبنبدا بقى نترجم كده واحده واحده. اول حاجه I have a friend called احمد. طبعا كل واحد يغير الاسم ويكتب زي ما هو عايز، ده مش شرط يعني. تمام، طيب دي انا طبعا في الباراجراف بسيب مسافه وببدا بجمل كابيتال وبعدين بين كل جمله وجمله فول ستوب. تمام، طيب he is very kind boy. هو ايه؟ ولد طيب، هو ولد عطوف. تمام، he is very helpful and always help me. بقول لك ان هو دايما متعاون ودايما بيساعدني. تمام، he is very nice. هو لطيف جدا. he has got curly hair. he has got curly hair. هو عنده شعر ايه؟ curly. تمام، he is very tall. هو طويل جدا. he is a blonde with a light brown hair. يعني هو اقول لك هو بلوند، هو اشقر وعنده شعر ايه؟ بني فاتح. تمام، he has bird. هو عنده دقن. تمام، he has good green eyes. كل دي افكار انت ممكن تزودها، ومش شرط تبقى طبعا الصفات حقيقيه او الشخص حقيقي، لا عادي احنا ممكن بس نجيب افكار ونزودها ونستخدم الكلمات اللي احنا اخدناها من الدرس. تمام، he has good glasses. هو عنده ايه؟ نظارات. he has got a big smile. هو عنده ايه؟ ابتسامة كبيرة. he is ايه؟ he is always funny. هو دايما ايه؟ مضحك وممتع. تمام، he is friendly with ايه؟ with all people. هو دايما طيب مع كل الناس. تمام، he has got a bike. هو عنده دراجة. he goes with ايه؟ with me to school every day. هو بيروح معايا المدرسة كل ايه؟ كل يوم. تمام، he is very clever at school. هو ذكي جدا في المدرسة. يعني clever يعني ذكي. ممكن كمان احط كلمة smart، smart smart، شبه clever بالظبط. تمام، طيب he always studies hard. هو دايما بيذاكر ايه؟ بجد. تمام، he is very good at Arabic English and French. هو ايه؟ هو جيد في العربي والانجليش والفرنش. He can speak five language. هو بيقدر يتكلم ايه؟ خمس لغات. He can speak Arabic, English, French, Chinese and Italian. تمام، هو بيقدر يتكلم ايه؟ عربي وانجليزي وفرنش وصيني وايطالي. All teachers love him. كل الايه؟ كل المعلمين بيحبوه. تمام، so much كثيرا. طيب he likes ايه؟ he likes football. هو بيحب ايه؟ كرة القدم. تمام، he plays football every day. هو بيلعب كرة القدم كل يوم. تمام، he plays football at the club. بيلعب كرة القدم فين؟ في النادي. he has two sisters. هو عنده اختين. تمام، they are called Summer and Lama. ماشي، ممكن بقى ازود بقى يا شباب. طبعا دي شوية افكار ان احنا نكتبها في ايه؟ في باراجراف زي ده. تمام، انا ممكن ازود مثلا his ايه؟ his favorite sports star is محمد صلاح مثلا. his favorite، طبعا حروف كابيتال. is محمد صلاح. تمام، ممكن كمان يا شباب في افكار كتيره ممكن اتكلم هو بيحب يلعب ايه غير الهوايات بتاعته. يعني ممكن اتكلم عن هواياته، مثلا هو بيلعب كوره، ده دي اللعبه بتاعته. هوايته مثلا هي بي لايك بينتينج، الرسم، بيحب التلوين، بيحب التصوير، تيكينج فوتوز. انا ممكن اتكلم عن اجزاء كتير جدا جدا في الشخصيه بتاعه صديقي دي. تمام، فطبعا كل واحد وحريته، بس انا جبت لكم ايه شوية افكار يعني، واستخدمت الكلمات اللي احنا اخدناها في الدرس. تمام، حابين بقى تتكلموا عن الهوايات، تتكلموا عن عيلته اكتر، ونقول ان والده بيشتغل كذا، مامته بتشتغل ايه، his ايه، his mother is a teacher, his father is a doctor. تمام، وهكذا. تمام، طبعا هو باراجراف سهل جدا، بس انا حبيت برضو ايه اديكوا فكرة عنه. وبالتوفيق يا رب. ما ننساش نشجع المحتوى، لو حابين ننزل باراجرافات اكتر ونعمل لايك للفيديو ونكتب كومنتس. وبالتوفيق يا رب.